السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع المفيد في الرياضيات المستوى الخامس صفحة 17. دونك قياس الزوايا ميزور دي زونغل، أونغل هي الزاوية. دونك قال آدم مجموع قياسات زوايا المثلث أ بي سي، إلا جمعنا هاد الزاوية هادي زائد هاد الزاوية زائد هاد الزاوية بثلاثة، قال غلقى 180 درجة. هل هذا صحيح؟ إذا باش نتأكد واش هذا صحيح، لنحدد الأداة اللازمة للتحقق. إذا باش نقيسو الزوايا هي هذه المنقالة، نسميها، إذا سميتها المنقالة، لو رابورتور، لو رابورتور. دونك اللي نحدد حددناها سميناها باء لنقيس الزوايا الثلاث. إذا أ سي بي، نبداو بأ سي بي. إذا اللي كنعرفو ديما الرأس الوسطاني هو الزاوية، هو هذا. إذا هو اللي غنوضعو عليه المنقالة، مركز المنقالة، ثم الخط ديال الصفر على الضلع، وكنتبعو الصفر اللي كاين على الضلع، ما نتبعوش الصفر اللي على فراغ. دونك صفر، 10 20 30 40 50 60، هنايا الا ما كانش واصل اما كنمدوه الضلع ولا كنمدوه مسطرة هكذا. دونك هنا لقيت لا مددناه غنلقاو، لاحظوا هادي 70 ولكن قل منها بجوج تدريجات، دونك 68. اذا هادي 68 درجة. نمشيو للأ بي سي، يعني بي، هادي نفس الطريقة، نوضعو المركز على بي ونتبعو الصفر قلنا اللي على الضلع ماشي الصفر اللي على فراغ. دونك صفر، 10 20 30، هنا لاحظوا 40، اذا مددناها غنلقاو 42. دونك 42 درجة. دابا سي أ بي يعني أ هادي، إذا بنفس الطريقة دائما المركز على أ، هكذا، ونتبعو الصفر اللي على الضلع، الضلع ماشي الصفر اللي على فراغ. دونك هنايا الأرقام تحتانيين 30 40 50 60، دونك 70. إذا لنتأكد دابا نقوم بالجمع. إذا أ سي بي زائد أ بي سي زائد سي أ بي تساوي، إذا أ سي بي لقينا 68، بي لقينا 42، وفي أ لقينا 70. دونك هنايا إلا جمعنا هنا الجوج نزيدو هنا تولي 70، و70 140 و40 180. دونك لدرنا العملية غنلقاو 180 درجة. دونك هل هذا صحيح؟ نعم. لنستنتج، إذا مجموع قياس زوايا المثلث هو 180 درجة. أي مثلث كما بغا يكون لجمعت الزوايا بثلاثة تلقى 180. جيد، أرادت هدى قياس الزاوية أ أو بي، أشيروا بعلامة في لكل وضع خاطئ لاستعمال المنقالة. إذا هنا شفنا هنايا كيفاش نوضعوا المنقالة، قلنا دائما المركز على رأس الزاوية. دونك هنا المركز، 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 مزيان، الصفر على الضلع هنا مزيان، ونقرأ. إذا هذا وضع صحيح. هنا لاحظوا المركز مزيان والصفر على الضلع مزيان، ولكن لاحظوا القياسات ماشي في الجهه ديال الضلع اللي غنقراو، دونك ما يمكنش لينا نقراو. اذا اشير بعلامه في لكل وضع خاطئ لاستعمال المنقاله، هذا وضع خاطئ، هذا اللي خاطئ ماشي هذا، هذا صحيح. اذا هذا وهذا، لان القياسات في جهه والضلع في جهه، دونك حتى هذا خاطئ. اذا هذا هو الصحيح. جيد، دونك هكا تنكونو كملنا لاباج 17، صفحة 17 من مفيد في الرياضيات المستوى الخامس. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.